السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام إنما كنتم أزلف لهم الناس ما تسمى. نرحب أولا بالمشتركين الجدد على القناة، المنخرطين الجدد، ومرحبا بكم على قناة الدكتور محمد فايد. مرحبا يسون الناس ما تسمى. فيعني يوم لك ويوم عليك، السنة الماضية كان الناس يخرجون بالآلاف من القناة علي ولم تتأثر، هذه السنة يدخلون بالآلاف هكذا. لماذا؟ لأن الوقت الزمن عامل خطير. نقول الأيام في واحد بالدارجة، نقول دابا الأيام توريك الزمن الوقت، أن السنة الماضية لم يكن هؤلاء الأغبياء يظنون بأن الناس في الأخير سيفهمون وسيطرحون السؤال، كانوا يظنون بأنهم سيلقوا ويحنطون الناس على طول، لا انتهى. والآن انقلب السحر على الساحر، هم الآن نادمون لكن لا ينفعهم الندم، سنزيد وسنصعد أكثر وأكثر ليفهم الناس. وإن شاء الله الغاية من كل هذا أن يتوقف التحنيط، إعدام العقول هكذا. يعني فكر لي فلان، فلان فسر الآية وفكر لي، أنا لا أفكر ولا أفسر الآية ولا أفهم، يعني فلان فهم لي، فلان يفهم القرآن لي، أنا لا أفهم، وليس الذي يلحق أن أفهم، لأن فلان منذ 12 قرن هو الآن في قبره فهم القرآن لي، فهم لي القرآن، هو فهم القرآن وفسر لي، أنا ليس الذي يلحق، يعني هو في قبره ولكن أعدم عقلي. أنتم هناك من لازال، يعني نحن نقولوا في المغرب نغنير نغنغنغنغن، ما عجبهمش الحال علي، الأمور لازال فيها ما يقال، ليس لأنهم الآن عاملين يعني ضجة في تيك توك، الضجة الكبرى في تيك توك، الكهنوت الجديد والحديث القديم وبجميع أطيافه، لكن سنواصل، لأن الحق، هذه مقولة الدكتور محمد فايد دائما لمن أراد أن يسجل، الحق يحركه شخص واحد يحرك الحق في العالم، الباطل يجب أن يحركه عدد كبير جند، الحق يحركه شخص لكن الباطل يحركه جند. السنة الماضية كان جند الكهنوت حتى في مصر والسعودية والكويت والجزائر وتونس، هذه السنة شخص واحد فايد، هذه السنة رأيتم لأن الحق يحركه شخص لكنه ينتصر، لأنه الحق، وأن الله سبحانه وتعالى حق، وأنه ينصر الحق، وأنه هو القائل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إن الله سبحانه وتعالى أنزل كل شيء بالحق وخلق كل شيء بالحق، ولذلك الحق دائما إن شاء الله يبقى، ونحن على الحق ونؤمن بأننا على الحق ولا يمكن أن نتراجع، سنواصل، بالعكس نحن لازلنا لم نبدأ، هذه غير مقدمات ضحكنا معهم، لازال الدق، لازال هناك ما يقال، لازال الأشياء التي أخفيت على الأمة 14 قرن أخفيت على الأمة لا يعلمونها، لأن فلان فهم لنا وفكر لنا وفسر لنا ووضع لنا كل شيء، يعني وأعدم عقولنا، وإذا تكلمت أنت كافر ملحد ممول بيدق، يعني بعت نفسك، احكموا كيف ما تشاءون وافهموا كيف ما تشاءون ولكم واسع النظر، إما العقل إما التحنيط، اختاروا ما شئتم، إما أن تستخدم عقلك إما أن يضحك عليك كهنوت، يحنط عقلك ويعدم لك عقلك، وليس لديك الحق أن تفهم القرآن ولا الحديث، ولو كان معك دكتورة في الفيزيك في الفيزياء وفي الرياضيات وفي الكيمياء، يعدم عقلك، فلا تسمح بإعدام العقل. الغريب أنك يبانوا لي دكاترة الآن يعدموا عقولهم هم بأنفسهم، دكتور في الرياضيات وفي الفيزياء يقول علماء الأزهر علماء الشريعة، هو عنده بكالوريا علمية والآخر عنده بكالوريا أدبية بصابر، يعني مقبول، ومع ذلك يعني سبحان الله، هذا هو التحنيط الحقيقي، هذا هو إعدام العقل الحقيقي. يا أخي عندك الثانوية عامة سيونس مات، يعني علوم رياضية، واحد فاشل في تعليمه ثم ضع طربوش حمر على راسه لبس الجلابة صافي ولا كيفهم عليك، لا تقبلوا إعدام العقل،
لا تقبلوا أن يعدموا عقولكم، لا تقبلوا إعدام. الله أعطاك عقل، ويعني أكبر جريمة تعملها في حياتك أنك تعدم عقلك، وأن يفهم لك فلان، وأن يفسر لك فلان. عندك عقل، يجب أن تصل إلى الله أنت بنفسك بعقلك، وإلا فإنك محنط. ليس التخدير، لأن التخدير صاحبه ممكن يقوم، التخدير يكون غير لمدة وجيزة. التحنيط لا، التحنيط يكون لقرون، مثل المومياء في 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 مصر، في أهرامات مصر، تحنيط لمدة قرون. أما التخدير يكون لوقت وجيز، ولذلك أنا لا أستخدم كلمة تخدير، إنما إعدام العقل يكون إعدام العقل إلى الأبد. شخص لا يمكن أن يقدر على إعادة استخدام عقله من جديد، لأنه أعدمه هو بنفسه. لما تقبل شخص أنت كنت معه في التعليم وأنت أحسن منه، أنت عندك بكالوريا يعني ثانوية عامة، رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلوم يعني تجريبية، وأنت تعلم هذا الشخص كان عنده نقاط سيئة في حياته ولا يقدر على عملية طرح في الحساب، حصل على بكالوريا هذه أنا ثانوية عامة يعني أدبية، ثم ذهب إلى الجامعة 3 سنوات، ثم جاءك بطربوش وجلابة يقول لك أنه فطاحلة الفقه، علماء الفقه، هكذا. غريب والله، شيء غريب. والغريب والأغرب أن هؤلاء لا يريدون أن يفهموا بأنهم لا شيء، هذا هو المشكل، لا يريدون أن يفهموا بأنهم جهلاء درجة ممتازة، جهلاء درجة ممتازة، ولا يريدون أن يفهموا. في الأخير لا يريدون أن يسلموا. لماذا؟ لأنهم عاشوا هذا، الناس تابعين ويصفقوا لهم. لما الناس يتبعوك يصفقوا لك ويستمعون إليك، فأن يعني كما يعني نحن من يصنع الطواغيت، والله نحن من صنعنا الطواغيت. لو كنا وقفنا هؤلاء عند حدهم ما كانوا الآن يعني الناس تابعينهم ويصفقوا لهم، وأصبح لديهم جيش. هذا كهنوت وجدة، وكهنوت طنجة، وكهنوت مراكش، وكهنوت مملوء به في الجزائر وفي تونس وفي الكويت، هذا الأربعاء في الكويت، لا نظراته ولا صوته ولا وجهه ولا ملامحه ولا طريقته، كلها يعني مكروهة. هذا الأربعاء اللي في الكويت، وهذا اللي في السعودية، لا زال يحدث الناس وكأنه في غزوة أحد. والكهنوت في مصر، الكهنوت السمين، الكهنوت في مصر، وكثير كثير 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 كثير، ولكنه غثاء، كثير ولكنه غثاء، يعني لا يعلم شيئا. فيعني يعني كونوا أحياء في هذه الدنيا، لا تكونوا أموات في هذه الدنيا، والحياة محسوبة عليكم، أنتم محسوب عليكم أنكم أحياء، لكنكم تعيشون أموات، فلماذا تعيشون في الأخير؟ باطن الأرض أولى بنا جميعنا، أولى بنا من ظهرها، إذا كنا نعيش أموات ونحن أحياء في هذه الدنيا، ولا نريد أن نفهم، ولا نريد أن نكون أحرار وأصحاب حق وأصحاب أخلاق، ويعني كما أراد الله لنا أن نكون في هذا الكون، أن نتبع الصراط المستقيم. هل يقدر أحد أن لا يكذب؟ العجز التام، كل الناس يكذبون. هل يقدر شخص يعني على أن لا يخون؟ هل يقدر شخص على أن لا يكره الناس؟ هل يقدر شخص على أن لا يغش وأن لا يقول قول الزور وألا ينظر يعني بعينيه نظرات منكر وألا؟ هل يمكن؟ لا. يعني هذه هي الدنيا، أن تصلح نفسك بنفسك، وليس القانون وليس شخص آخر. إذا تمكنت من أن تصلح نفسك بنفسك فلا تحتاج حتى للوحي، لأن الغاية من الوحي هو أن يصلح الناس، وأن يصلح الوحي، وأن الرسالة من الله يعني أن ليصلحنا. فإذا كان الشخص يستخدم عقله، أتاه الله عقل وإرادة وخلقه في هذا الكون، إذا كان يقدر على إصلاح نفسه لا يحتاج أنبياء أصلا، هكذا قال الفلاسفة، هكذا قالوا. يعني لماذا؟ لأن إذا الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الكون، و
لنعبده. نعم، ما هي هذه العبادة؟ العبادة هي الصلاح، وليست هي الصلاة والصيام، هي الصلاح في المجتمع، ألا تعمل سوء في المجتمع. إذا لم تعمل سوء في هذا الكون الذي زينه الله وخلقه فيه كل شيء، وخلق يعني أصلح الله الأرض يعني، فلا يمكن أن نفسدها نحن. إذا أفسدنا فهذه ليست عبادة، فقد عصينا الله. والعبادة الصحيحة هي أن يبقى هذا الكون يعني كما أصلحه الله إذا كان ممكن، وألا تشارك في فساده بأي شيء، ولو أن ترمي نفايات في الشارع، ألا تشارك في إفساد الكون. يعني هكذا يجب أن يعيش الناس، وسيعيشون مطمئنين مرتاحين، وسيعرفون ربهم، وسيعرفون دينهم، وسيعرفون الأسود من الأبيض. أما أن يبقى الناس هكذا هذه الغوغائية وهذا الضجيج، وشخص يتكلم ولا يعلم عن ماذا يتكلم، تقول له حدد الفكرة، حدد الموضوع، عن ماذا تتكلم؟ يتكلم هكذا. لماذا؟ لأن جرت العادة، جرت العادة أن يتكلم هكذا، يتكلم، ينتقد كل شيء، يحلل كل شيء، يفهم في السياسة، يريد أن يقول لكم أنا لا أعلم بأن أمريكا سيقوم لها، وأعلم بأن هذه كلها خرافات. فقط أن يحدد الشخص هو كيف يعيش حياته بسلام وبصلاح، وأن لا يؤذي أي مخلوق، ليس الإنسان فقط، أن لا يؤذي أي شكل من أشكال الحياة ولو كان حشرة. هذا الفيلسوف اللي قال لي ماذا الفوريسبكتي توتلي فورم دو في، حتى الحشرات. هكذا خلق الله الإنسان مستخلفا في الأرض. إذا لم يعمل هذه الأشياء فقد خالف الرسالة الكبرى والغاية الكبرى التي خلقه الله من أجلها، وهي الاستخلاف في الأرض. الله استخلفك في الأرض، ويجب أن لا يستخلفك بالفساد، يجب أن يستخلفك بالصلاح، ثم تلقى ربك مطمئنا. ولذلك قلت سابقا نحن نعبد الله ليس طمعا في الجنة ولا خوفا من النار، نحن نعبد الله منطقا وعقلا، لأننا نعلم أنه صاحب الكون، وأنه مالك كل شيء، وأنه هو الذي خلقنا، فلا يمكن للذي خلقني أن أعصاه أو أن أخالفه، فهو خلقني. هذا كذا يجب أن يفهم الناس الدين، وهذا هو الدين اليسر، هو ليس شاحنات الكتب التي ألفها الكهنوت الذي أعدم العقول وقتل الأمة ودفن الدين وجعل فتنة في الدنيا وجعل الاختلاف والتصادمات والسنة والشيعة والطوائف والنعرات. ولماذا هناك سنة وشيعة؟ لماذا؟ إذا كانت رسالة واحدة أنزلت من السماء اسمها القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فمن المفروض أن لا يكون سنة وشيعة. لماذا لازلنا؟ ربما تكونت في عصر كان فيه خلاف وكان فيه انتقام من بعضهم، وكانت القبلية، وكان نعم، لكن الآن 14 قرن لازلنا الآن يعادي بعضنا بعضا من أجل السنة والشيعة التي وقعت في القرن الأول. لماذا الآن لا يتصالح الناس؟ لماذا لازلنا سنة وشيعة؟ لماذا ما فهمنا الإسلام ما هو؟ فهمنا التوحيد ما هو؟ علمنا الله سبحانه وتعالى؟ عرفنا كيفاش نعبد الله؟ لماذا سنة وشيعة؟ سؤال هذا للشباب الذي سيعيش في المستقبل لما نحن كبرنا. لماذا لازلنا سنة وشيعة؟ ثم السنة لماذا فيها 780 طائفة، والشيعة فيها هما يقولون 12، فيها 120 وليس 12؟ يعني لماذا سنة وشيعة في الأخير؟ لماذا؟ لأن يعني هذه هي الضربة التي قسمت ظهر البعير، هذه الضربة الكبرى التي شتتت الدين وخربت الدين، هي سنة وشيعة. والسيوف، الصحابة قتل بعضهم البعض، الذين كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم يجلسون أمامه وينظرون إليه، الوحي مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل بعضهم بعض.
القرآن كله سنحركه، يعني لأبين للشباب بأنه محنط، فقط كنبين للشباب بأنه محنط، قضية منطق وعقل لا يقدر أن يقول لا، لأن مسألة واقفة وليس الربا. قلنا بأن الربا حرام بالكتاب، الربا حرام وليس فيه نقاش، الربا حرام شرعا، لكن القروض البنكية ليست ربا، هم خلطوا يقول لك آه لقد أحل الربا. انظروا كيف يكذبون على الناس، يضللون الناس، يضللون الناس لأنهم بارعين في الكذب. نقولنا الربا حرام لا يقدر أحد أن يحل الربا، لكن القروض البنكية ليست ربا. وهناك المحنطين لا زالوا تابعين، تقول لك لا الربا حرام. يا سيدي الربا حرام، نعم والله الربا حرام، لكن القروض البنكية ليست ربا. الربا حرام هاي، ولكن القرض البنكي ليس ربا. هل يفهم الناس ماذا نقول؟ القروض البنكية لا علاقة لها بالربا، وليست ربا، ولا يمكن أن تكون ربا عقلا ومنطقا وشرعا وكل شيء فقط، يعني ولا. والربا لم يكن أشرف الإسلام، كانت عند في الديانة اليهودية كذلك، الربا كانت عند اليهود كذلك، يعني القرآن يتكلم بأن كانوا يأكلون كذلك أموال الناس بالباطل. نعم صحيح، أضعافا مضاعفة بعد رياديا بالماتيماتيك، بعد عين الربا ما هي بعد وشي. بعدين قال لك شي إخوان قال لك عندنا، إحنا عندنا دكتورة في علم الاقتصاد، ونحن نمشي عندك دكتور في علم الاقتصاد، ولكن راه العلوم الأساسية هي الرياضيات والفيزياء والكيمياء، درس علوم الاقتصاد ولا درس معهد التغذية ولا الطب، راه العلوم هي الرياضيات، نحن نشترك في العلوم الأساسية، وهذه الربا رياضيات فقط ليس. ثم الغاية كيف كانت من الربا في الجاهلية، والغاية الآن من القروض البنكية ما هي، وانظر هل كانت المصلحة في الجاهلية أما القروض البنكية الآن فهي مصلحة. ها ابن رشد، ها فلسفة ابن رشد الذي فسر الدين بالمنطق بالرياضيات. فهذه المسائل هذه يعني، فدرس حسني في الفرق أثناء شهر رمضان بين يدي جلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله، دروس الحسنية من يحضرها؟ يحضرها علماء وفقهاء ودكاترة من كل البلدان، أنا درس مميز، دروس حسنية دروس مميزة، ليس درس المسجد، هذا دروس بمستوى عالي، راه في القصر الملكي يا عباد الله، وضيوف الملك راه تي علماء كبار ويعني منتقين، يعني وليس يعني من كل البلدان، حضروا الدرس الذي اعطاه هذا السيد احمد توفيق، هذا السيد وزير الاوقاف، حول يعني هذا جديد الخطاب الديني، وتكلم عن الربا بان القروض البنكيه لا علاقه لها بالربا، ومع ذلك لا زالوا يلغطون، لا يزالوا ينعقون ويشهقون وينهقون. يا سيدي راه درس حسني، حاضر اللي احسن منك، حاضر اللي علماء وفقهاء ودكاتره في علم الاقتصاد ومن كل البلدان حتى من باكستان، ثم تجي انت لانك سلفي ولان شيخك حنطك ولانك تتبع دينه ولا يمكن ان تعصى ابن تيميه، وتقول بان لا يمكن هذا، وانت خالفت امير المؤمنين بهذه. الدرس راه كان بحضره امير المؤمنين، وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية هو الذي ألقى الدرس. كعيب بعض الأشخاص، أبين لكم بأن هناك محنطين تابعين هذا الغوغائيون، هذا تابعينهم، تابعين الغوغائية. فعلي إن شاء الله للحديث بقية حول هذا الموضوع، وسنعود للحديث عن الكهنوت من جديد، وما غنطلقوهمش إن شاء الله حتى يدخلوا الجحور، حتى يدخلوا جحورهم كالصراصير، ويغلقوا عليهم ويكفوا ألسنتهم على الناس. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.